عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس. مجلس الشورى رفض إقرار زيادة لرواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين وكذلك الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي نظرا لما يكلفه ذلك من أعباء مالية. عاد انخفاض سعر برميل النفط ليلقي بظلاله على جلسات مجلس الشورى من جديد، فقد رفض الشوريون اليوم ثلاثة تقارير للجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى السابق بخصوص تقرير زيادة للمتقاعدين والمستحقين عنهم من موظفي الحكومة والضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، إضافة إلى الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، حيث تمسك أعضاء مجلس الشورى بقرارهم السابق بعدم الموافقة على مشروعات القوانين المذكورة. عندما تمت الموافقة على الميزانية الدولة 2015-2016 الحكومة تعهدت بدفع 360 دينار لكل متقاعد وقامت بإعطاء هذا المبلغ. كذلك هناك زيادة سنوية لجميع المتقاعدين نسبتها 3%. نحن ودنا أن تقوم الحكومة بدراسة مثل الأمور عندما توفر الميزانية. الشوريون رفضوا أيضا مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين والمتضمن توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. كل أسباب الدعم توفرها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر، له دعم المحروقات، دعم المالي أثناء فترة حظر سيد الروبيان، والدعم المتمثل في المعونات اللي تقدمها الدولة مثل دعم الإسكان، دعم الصحة، والدعم اللي متوفر لكافة المواطنين، وارتعت فيها شبهة عدم دستوري لأنها تميز بين الأشخاص المتساوين في المراكز القانونية. أصحاب البوانيش الكبيرة الموجودة اللي تكون بسيد الربيان والأسماك وهي تقدر بحوالي 500 أو 450 بانوش، هذه البوانيش تحصل على دعم الحكومة عبر إدارة الثروة السمكية تقدر بأكثر من 300 دينار شهريا، وذلك دعم أسعار الديزل، وبعض البوانيش هذه لا تبخر يعني تحصلها موجودة في الرصيف أو موجودة في الميناء وتأخذ المعونة هذه. فكيف إحنا نوافق على شيء نحمل الحكومة عبء مالي واليوم الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك؟ كما نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على جواز النظر في اقتراح القانون، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولته الموافقة على توصية اللجنة. يذكر أن هذا التعديل يرمي إلى تشديد العقوبات المقررة لمخالفة قوانين الدعاية الانتخابية لخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.